بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين نبي الأنبياء وخاتم المرسلين، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وراغب عن الدنا احتقارا لزادها الزهيد واختيارا دار القرار والنعيم الباقي إلى مقام الزاهدين رق حد الزهد أن يرغب الإنسان اختيارا لا لحاجة حد الزهد أن يرغب الإنسان اختيارا عن دار الفناء إلى دار البقاء راغب عن الدنا اختيارا لا للضرورة وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاه كبي يا الكريم تحلى باسم منتقمي فإن من جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقلم وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم حتى إذا لم تدع شوى لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم حفظت كل مقام بالإضافة نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي على رأس هذا الكون نعل محمد صلى الله عليه وسلم علت فجميع الخلق تحت ظلاله لدى الطور موسى نودي يخلع ومحمد على العرش لم يخلع لم يؤمر بخلع نعاله الله علم موسى ثم كلمه من جانب الطور طورا دون ميعادي وكلم الهادي الأمي سيدنا من قاب قوسين أو أدنى لإرشادي في مستوى عز جبريل تجشمه ولم يزغ بصر الهادي عن الهادي وكم سقى الجيش ماء قل من ثمد ألا كم سقى الجيش وكم سقى الجيش ماء قل من ثمد على تكاثره وكلهم صادين عم وأشبعهم طرا وقد سغبوا من صاع تمر نتاه فضلة الزاد ويشك الناس قحطا كان أبلسهم وعم عام بلاد
البدو بلا عم عام بلا المصري والبادي دعا لهم بمجاديح السماء وما في الجو من قزع خاف ولا بادي فخيمت جمعة سحب تسح على خيمت جمعة سحب تسح على منابت الشيح والقيصوم والجادي من بعد ما طبق الأقطار أجمعها من تلك السحب نوء رائح غادي نبي أكرم عند الله من كرم حقا وأصح نطق الناطق الضادي وكل أفعال تفضيل يخص بها في الفضل دون التي صيغت لأضداد هذا المديح ولكن لو ملأت به متن الصكوك وكان البحر ميدادي ومدني الشعراء فيه بأجمعهم يوما لقصر إنشائي وإنشادي يا خير من أطعم الطير اللحوم ومن سقى السيوف ظما شخب أجيادي صلى عليك إلهي ثم قال لنا صلوا عليه عبدائي وعبادي فتلك مرتبة ما نالها أحد من النبيين في جمع وأفراد أبدا اللهم صل عليه دائما عددا من الملايير لا يحصى بتعداد كل شفيعا ليوم ومن عسر الرب لعباد لهم فيه بمرصادي ولا تذدنا يا رب جميعا عن الحوض الذي ذي كما يذاد ذود عطاش غب إيرادي وثبتنا بقول ثابت أبدا في نزع روح وتصويب ويصعد وتحت الأحدية وتحت الأحدية جميعا يا رب أم منا إذا رجعت صحب فرادا ومثنى بعد إلحادي ووفقنا إلى قول نجيب به ملائك الله في سؤل وإقعادي وكن شفيعا لآبائي ومن ولدوا وأمهاتي وذي ودي وأولادي وكن شفيعا لأشياخي يا ربي ومن ولدوا وأمهاتي وذي ودي وأولادي وكن شفيعا لأحبابي ومن ولدوا وأمهاتي وذي ودي وأولادي وكن شفيعا لطلابي ومن ولدوا وأمهاتي وذي ودي وأولادي كل شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قارب اسمعوا هذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم ليس سمعتم ما سمعتم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة والسنيخة فيجيب أضعف مراتب الطعام أدنى الطعام أدنى خبز الشعير ولذلك ورد في الحديث اللي رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من الدنيا وما ملأ بطنه الشريف صلى الله عليه وسلم ولا آله من خبز الشعير غير المنقى معناها الشعير الخشن لأن أول بدعة مباحة أحدثت في الإسلام المنخل معناها ما يسمى الغربال نسميها في بلاد موريتانيا الصوصايا معناها الغربال التي ينقى بها الدقيق مثلا يغربل بها الدقيق حتى تزول خشونتهم أي أول بدعة مباحة مجددا الصحابة كانوا رضي الله تعالى عنهم ينفخون وهكذا حتى تطاير القشور ويكون هذا الخبز الشعير ما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم وما ملأ بطنه الشريف ولا آله ولذلك قال العلامة محمد مولود بن أحمد فال في مأدبة الأدب في مأكل ومشرب إدامة الشبع تغسي القلب كذا اتخاذ الشهوات دبا
لم يرى آل المصطفى الشباع يومين أو ثلاثة انتباع. هذا اختيار منه صلى الله عليه وسلم، راغب عن الدنيا احتقارا لزادها الزهيد واختيارا، لا يبالي بها الدنيا دار القرار والنعم. أترون من يعطي ما ملأ بين جبلين من الغنم، ومن يعطي في وقت واحد؟ حتى العباس رضي الله تعالى عن عمه أعطاه من الذهب ما لم يقدر على حمله، من الذهب فقط ما لم يقدر، طلب المساعدة في وقت واحد أن يعطيه شخص يحمله معه من الذهب. هذا ليس من الدولار ولا من اليورو، لا، هذا من الذهب، من الذهب. اسمعوا الكلام. ولكن بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقل من الدنيا وما ملأ فضله من الطعام. هذا هو السبب أن أقول لكم الأشعار الماضية في المديح حتى لا تغلطوا غلطة هؤلاء السفهاء الآن. ونحن لدينا دروس فيها تحذير المسلمين من الاستماع إلى المحاضرين في هذه الأيام، لأنهم لا يدرسون شمائل النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى يليق حتى ولو برجل صالح زاهد. أعوذ بالله السميع العليم، حتى كلامهم كلام جرائد، يعني أعوذ بالله، عربيتهم بليدة وكلامهم يعني غير معقول أصلا، لا يليق بعامة الناس فضلا عن سيد الناس صلى الله عليه وسلم. ولقد كانت له درع، اسمعوا، عند يهودي رهانها له صلى الله عليه وسلم، درع عند يهودي، درع عند يهودي رهانها له بدين عليه صلى الله عليه وسلم، فما وجد ما يفكها حتى مات صلى الله عليه وسلم، حتى توفي صلى الله عليه وسلم، ما وجد. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي، وأكدت زهده فيها ضرورته، إن الضرورة لا تعدو على العصام، وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا منه. هذا هو الزهد، معناها ترك الدنيا ورفضها. زخارف هذه الدار لم تثني طرفه، وهل هي إلا أقبور وجنائز. هذه المدرسة التي أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقول خلفائه هي التي حملت عمر بن الخطاب على ما قلنا أمس. النبي صلى الله عليه وسلم رآه عمر بن الخطاب متكئا على حصير أثر في جنبه الشريف، فقال له: يا رسول الله، ملوك فارس والروم على الأرائك على ما هم عليه من نعيم الدنيا، جنان يسكنون الجنة الآن في الدنيا، وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر في جنبك الحصير. قال له: يا ابن الخطاب، أو أنت في شك يا ابن الخطاب؟ هل أنت ما زلت شاكا؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذه الكلمة أثرت على عقلية عمر حتى أعطته درسا لن ينسى طيلة الحياة. يعني لما دخل الشام دخلها بمرقعة فيها ستة عشر رقعة، ذو مرقع وعمر، لأنه تلميذ من؟ تلميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن مدرسه من؟ من راودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه وأرامه. لأن مدرسه من؟ من يعطي ما ملأ بين جبلين من الغنم والإبل، ومن يعطي رجلا واحدا وهو العباس رضي الله تعالى عنه ما أثقله حمله حتى طلب المساعدة من الذهب. وبعد ذلك يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه عند يهودي مرهون في دراهم لا يقدر على فكها، لا يقدر على قضائها. هذا هو اختيار دار البقاء، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هذا هو الزهد. ويأكل الخبز الشعير ويدعى إلى أبسط الطعام ويجيب دعوة العبد. هذه سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تنازع بعض الصحابة مع بعض أمراء المسلمين في بعد الخلافة الراشدة، فقال له: لو سيولي الإمارة لأحد أبنائه، قال له: هذه السنة أبي بكر وعمر؟ قال: لا، هذه سنة قيصر وكسرى. معناها سنة النبي صلى الله عليه وسلم تختلف عنها، سنة النبي صلى الله عليه وسلم معناها النبي صلى الله عليه وسلم
ما تدرسون عنه شيء آخر وسيرته شيء آخر. شيء آخر. ففقره صلى الله عليه وسلم وحاشا أن يكون فقيرا، وما كان فيه من شدة الحياة عن اختيار، إن الله تعالى خيره صلى الله عليه وسلم بين أن يختار أن يكون نبيا ملكا أو يكون عبدا، فاختار العبودية صلى الله عليه وسلم. قال أجوع يوما وأشبع يوما صلى الله عليه وسلم، اختيارا منه صلى الله عليه وسلم. وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم. محمد المخلوق من بركاته ومن نوره أيوب والرسل نور، ولولاه لم تخرج من العدم الدنيا وضرتها والموت والحشر والنشر والعرش والكرسي. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث، رحل ما نعرفه، ما يجعل على الإبل، وكنا نركبه نحن أهل البدو. رحل رث معناها قديم، بال 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 بال، حج حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، حج حج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة. هذا شيء عجيب جدا، بعد أن كانت الدنيا كلها بيده وتخافه ملوك فارس وملوك الروم، أما العرب لا ملك لهم أصلا. حج على رحل رث قديم، ما يجعل على البعير عندنا قديم، ليست لأن نحن نسموها الراحلة بالعرب بالحسانية، ولكن هي الرحل. هذا قتب يعني سبحان الله الرحيم، يعني بسيط بال قديم. وعليه قطيفة كمهلة أهداب السجادة، أي معنى حواش أطراف السجادة التي علينا، قطيفة لا تساوي 4 دراهم، لا تساوي 4، ليست دنانير، 4 دراهم، 4 دراهم الآن لا تساوي 50 دولار، لا تساوي يعني 20 دولارا أصلا. فقال اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يجعل هذا الحج لا رياء فيه ولا سمعة. وفي بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل فتح مكة كان هكذا يخفض رأسه صلى الله عليه وسلم خوفا، حاشاه وحاشاه من الرياء والكبر أن يكون فتح مكة تواضعا منه لله تعالى، وحاش النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطر بقلبه شيء. والأنبياء عصموا إيمانهم عنه ولم يكن لهم تفكه بجائز، بل ذاك للتشريع ونية الزلها من الرافعين، تعظيما لله تعالى وشكرا له على ما أولاه من عطاياه التي لم يعطها لغيره في الدنيا والآخرة. ابن مهيب يقول تراهم، يعني تراهم لدى الباب المعظم عصبة وقوفا على الأقدام خوفا ورهبة، رغبة خوفا ورغبة، لدى ملك من غير كبر ولا عجب، لدى من حباه بالشفاعة ربه فلا حظ فيها امرئ لا يحبه، ومن صح فيه حبه فهو حسبه، وسيلتنا يوم القيامة حبه، ولو لم نلن شيء بحج ولا غسل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا نوع من التواضع أعطاه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، هذا باب تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في شمائل الترمذي، باب بوب له الترمذي قال باب التواضع، ما قال باب الحاجة، باب التواضع، افهموا تبويب المحدثين، باب التواضع، باب ترك الدنيا والرغبة عنها، ليس باب الحاجة في الدنيا. فرق بين راغب عن الدنيا ومحتاج إلى الدنيا فرق كبير. باب تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمنا أمس، فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجته أحب الزوجات إليه عائشة بنت أحب الرجال إليه أبو بكر، أحب الرجال إليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو؟ أبو بكر. أحب النساء عائشة، وفضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، على كل النساء غير خديجة وفاطمة رضي الله تعالى عنهم كفضل الثريد على سائر الطعام.
وتكون بعد ذلك فراشها في بيتها حجرتها الخاصة، يعني أدم جلد محشو من عسف النخل. وننتقل إلى حفصة وهي زوجته ابنة الخليفة الثاني عمر، الثاني بعد أبي بكر، أحب الناس إليه بعد أبي بكر، فمعناها أن حفصة تكون هي الثاني. أن كان فراش قال مسحة نطويها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثنيتين، وهذه بلاد الحجاز حرا وبردا. فقالت في ليلة جعلناها أربع طيات، فتنبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا الذي أفرشتموني البارحة؟ قال نحن فقط هو فراشك إلا أن نزناه طيات أربعة يكون ذلك ألين لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رده على حالي، منعني من صلاة الليل التهجد. النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام أصلا، تنام عيناه ولا ينام قلبه، لا ينام قلبه، لا يحتاج إلى الوضوء أصلا من النوم. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها يمشي. أنتم الآن ما عندكم فهم البصيري، فهم بردة البصيري، فكيف تفهمون آيات الكتاب وتفهمون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ لذلك حكمتم على البصيري بالارتداد، أقول لأنكم ما فهمتم الحديث وما فهمتم القرآن، فلا بد أن تكفروا البصيري ولا بد أن تجعلوه مرتدا ولا تجعلوه زنديقا، لأن من لم يفهم شيئا عاداه. قال الخليل لابنه وكان عفى الله تعالى عنه لا يعرف العروب، لا يعرف العروب. وهذا أول من أحدثه تشطير الشعر، أول من أحدثه الخليل شيخ سيبويه خليل فراهيدي. مر عليه ابنه وهو يشطر أبياتا من الشعر، فقال لابن من جهله للأسف هلموا فقد جن الخليل بي جن. هذا هو حالكم مع البصيري، جن هو البصيري جن، لأن من لا يعلمه يعتقد كلام العالم جنونا، من جهل شيئا عاداه، وحسب كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. قال هلموا فقد جن الخليل، تعالوا خذوا الخليل، يحتاج إلى أن يجعل في سلسلة من الحديث هو جنة. فقال الخليل على البسيطة أبوه رحمه الله تعالى شيخ سيبويه هلموا فقد جن الخليل. قال لو كنت تعلم ما قال الخليل رحمه الله تعالى، لو كنت تعلم ما أقول عذرتني وجدت لي عذرا، وكنت أجهل ما تقول عذلتك لمتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. لو كنت تعلم ما أقول عذرتني وجدت لي وجها تحملني عليه صحيحا، أو كنت أجهل ما تقول عذلتك، ولو كنت أجهل ما تقول لكنت أجهل أنك جاهل، أنا فاهم أنك جاهل، عذلتك لمتك وقلت لك أنت بليد، لكن أنت بليد حاصل، لكن جهلت مقالتي، لكنك من ذلك جهلت مقالتي فعذلتني لمتني لأنك لا تعلم، وعلمت أنك جاهل فالتمست لك عذرا. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ما جادلت عالما إلا وغلبت، وما جادلني جاهل إلا وغلبني. لأن الجاهل لا حد له، الحدود تحد العقلاء، أما الجاهل لا حد له، ما عنده حد يزن ألمت، ما عنده حد، ما عنده حد، الجاهل لا يحده حد، لأن العقل لا يحده والنقل لا يحده. واحد عندما يسمع قول البصيري فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، يقول من تداخل الضمائر، هيهاته، هل يمدح الله تعالى بأنه يعلم علم الغيب؟ هذا خلق الغيب، الغيب يعني، وهل يمدح بأن من علمه علم اللوح والقلم؟ خلق القلم وخلق اللوح، واللوح تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، اللوح في السماء الرابعة أو الثانية أو الثالثة على اختلاف العلماء، أين ذلك من مقام النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بعد أن تجاوز العرش؟ تجاوز السماوات وتجاوز الأوقات، تجاوز الأمكنة في مكان لا يعد فيه الوقت ولا الزمن، الوقت ولا لا يحويه مكان ولا زمن، ما في، ما ذاك الوقت انتهى العد، الحد، الشمس والقمر بحسبان لا توجد، لأنه تجاوز الشمس والقمر في مستوى عز جبريل تجشمه ولم يزغ بصر الهادي عن الهادي.
فالله تعالى لا يحوي زمانه ولا مكانه، ولا تحويه الأمكنة الغير المعروفة حاشا أن يحوي زمانه. فكيف تقيسنا بهذا الأقدام؟ تقول أن من جهودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا يصح أن يكون مدحا لمخلوق. أما الخالق هذا ليس مدحا له، هذا خلق له سبحانه جل جلاله. هو الغني عن اللوح وعن القلم، وهو الغني عن العرش وعن الكرسي، وعن أن يتشرف بشيء سبحانه جل جلاله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيد الخلق وحبيب الحق. اللهم صل على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين. يا ربنا بحق ذي الأسماء أسمائك وأسماء نبيك صلى الله عليه وسلم أعزنا في الأرض والسماء. يا ربنا بحق ذي الأسماء أعزنا في الأرض والسماء. يا ربنا بحق ذي الأسماء أعزنا في الأرض والسماء. يا ربنا بحق ذي الأسماء أعزنا في الأرض والسماء. وعل قدرنا الدني بقدرها عندك، واسقنا رحيق سرها، وعافنا بها من البلاء، 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 وأولينا الشكر على الآلاء. والنصر عاجلا على الأعداء، والنصر عاجلا على الأعداء، أنت المجيب فأجب دعائي، وهب لنا بها لدى المنية خاتمة حسنى هي الأمية، بأرض طيبة المرضية صلى علي خالق البرية، والدفن في البقيع بعد نشر دين الإله ببلاد الكفر، وأنت من ربنا العلي لنا بحال حسن مرضي، 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 وأنت من ربنا العلي لنا بحال حسن مرضي. وفي الختام إنني شاهد النبي بصاحبه لحصول المطربي، والختام إنني شاهد النبي بأبويه لحصول المطربي، وفي الختام إنني شاهد النبي بآله الغر لكل مطربي، صلى وسلم على الهادي الأمين وآله وصحبه مبارك آمين آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم العالمين. وصل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه وأمهاتهم وأولياءه وربيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.